بالنسبه للجيل الثاني هذا احنا تكلمنا وراح نتكلموا ورانا ندوا باسم النقابه الوطنيه على هذا المناهج هذه، يعني هذه كيف تنصبت اللجنه، احنا ما عرفناش كيف تنصبت اللجنه وما نعرفوش شكون هاد الاعضاء، ورانا نقولوا باللي احنا كشريك اجتماعي ما شاركوناش، ما عندنا اليوم حتى وثيقه. القرار أمضي في 11 جوان 2015، واليوم جاتنا جينا في اليوم إعلامي حتى نلقاو هذا المشروع الجديد اللي هو مناهج الجيل الثاني. حنا نتأسفوا، لا هي كانت اليوم الإعلامي درناه لـ 20 مارس، يعني 20 مارس احنا اليوم رانا نتأسفوا ونتبرؤوا من كل ما الاخر. راح نقدموا راح يكون بيان مشترك بين النقابات، وراح نقدموا كذلك نطلبوا من الوسائل الاول التدخل العاجل لتوقيف او تاجيل هذا المشروع هذا، والاصلاحات ما تكونش بهذه الطريقه بطريقه الارتجاليه، يعني احنا ماذا بينا يتاجل الى السنه المقبله يعني 2017 2018. بالنسبه للمسابقه في للاساتذه بصفه عامه، هو بالنسبه للغات الاجنبيه، هي في الحقيقه في القانون يقول لغه اجنبيه يعني اللغه اختياريه، اما الانجليزيه اما الفرنسيه. احنا اليوم لاحظنا باللي في المسابقه هذه الغيت اللغه الانجليزيه وبقيت الا على الفرنسيه فقط، وهذا شيء غير مقبول. بالنسبه للمسابقات، اولا المسابقه احنا شفنا باللي هناك خطأ وقع قانوني، ولكن بعد ما احنا تكلمنا على كل حال بالنسبه للابتدائي في الحق ما يكونش كتابي، يكون الا الشفهي او المقابله، يعني دراسه ملف وتكون مقابله. احنا طالبين باش يكون ادمجهم، لان هاد المتعاقدين هادوما ما يخفى لكمش باللي هادوما راهم قراو حوالي اكثر من 10 سنوات، كاين اللي قرا 4 سنوات 5 سنوات. ما نقدروش اليوم واحد اللي قرا 5 سنوات هو يكون قرا جيل كامل، واليوم تقول له روح دير مسابقه كجميع الاساتذه او المترشحين. نطلبوا من الوزير الاول اللي ياخذ قرار سياسي ويدمج هاد الاساتذه باش ما تكونش انزلاقات، لان باش ما صدر ما تكونش انزلاقات، لاننا نشوفوا ما نحبيناش نخليو بعض الاشخاص يعني ياخذوهم لجانب اخر، وحنا نقولوا بلي رانا معاهم ونقفوا معاهم، واي حركه تكون يديروها احتجاجيه راح النقابه الوطنيه توقف معاهم بقوه، ونطالبوا يعني باش لهذه الاساتذه يديروا يعني ادماج في اقرب الاجال، يكون القرار السياسي من طرف الوزير الاول.